الحديث السادس حديث التروة عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب يتام يبيت سيدنا عمر بابا عبد الرحمن دون عبد الله رضي الله عنهما يلا ولبه قال وما سمعت من أني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ما بني الإسلام إسلام وما هم على خمس إدوت قال يوي شهادة كسيدي تقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قوه ويقام الصلاة إني نقول جلده ويتا الزكاة تقول زكاة وحج البيت هجوي قول كسود وصوم رمضان يهرق اللي رسومه رواه البخاري وإمام بخاري في الليدي ومسلم مسلم والله أعلى وأعلم.